توضح لينا المسألة هذه ديال رفض عادل تاع رابط المنتخب الوطني او باش يجاوب على الاتصالات ديال الزكاة وبعض المسؤولين، والتكذيب ديالك انت شخصيا بانه هذا الشيء ما كاينش، خصوصا انك حتى انت تقحمتي او لا دخلتي في هذه المسألة لانه قالوا اتصلوا بك وما جاوبتيش حتى انت سي محمد. انا غادي نقول لك دابا بعدا اولا اللي ما كاينش رفض مع هذه التعارض باش يجي المنتخب، اول حاجه هي هذه. ثاني حاجه عادل فعلا عيط عليه زكي وعيط عليه حتى مصطفى حجي، ولكن ما واجبش ان كان كاين نيكوسي الكونترا ديالو مع الميلان. انا حاليا مسيفا انا دابا وهو تماك المساعد ديالو، كنت انا تماك وكنا من 8 الصباح حتى 12 الليل حنا كنيكوسيو هذا الكونترا باش عادل يجي الكونترا ديالو يسيني 24 ان شاء الله في كلاسيك. صافي دونك ما كاينش رفض من عاد التعرض بعد المنتخب، وعادي لو كان كان كيجي لو كان باغي يرفض المنتخب لو كان كيما واجبش الزكي لو كان ما واجبش بن عبيشه. دونك عاد التعرض في الماتش المقبل واجب بن عبيشه، دونك هضر معاه ومشى للمنتخب واخا ما كانش بعض اللاعبين، مشى وكان هو الكابتن ديال اخر مباراه ديال المنتخب. دونك دابا واش الزكي اللي ما كانش على سته ما كانش على سبا يلقى غير دي فور عادل تعرض باش يدرج. علاش حنا ما نديروش حاجه اداريه؟ علاش بالضروره المدرب خصو حتى يتصل باللاعب باش يستدعيه؟ علاش ما يصافش استدعاء للميلان؟ الميلان غتخبر عادل بلي عنده استدعاء على المنتخب ديالو مع الفلان الفلاني وعادل غادي يكون موجود. دونك ما كانش صراع من باب دوز زكي فهمتي؟ دونك ثاني حاجه دونك انا ما واجبش الزاكي وما واجبش مصطفى حجي، ان انا ماشي لاعب انا خاين اللاعب فهمتي؟ دونك ما يمكنليش انا نواجب في بلاصه الاخ ديالي فهمتيني؟ واخا سي محمد قالوا بانه اتصلوا بك حتى انت وحتى انت ما جاوبتيش على المكالمات ديالهم. لا 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 شوف انا بعد اولا ما اتصل بيا الزاكي وما اتصلش بيا مصطفى حجي، اللي اتصل بيا انا اتصل بيا منير خسوني اذا كتسمع منير خسوني. هو المساعد حاليا ديال مروان الشماح المناجر المساعد ديال وكان المناجر ديال عادل كان صافي عاد ما بقاش خدام عادل. واش كلشي هادشي حنا كنعرفوا باللي منير خسوني كمناجر قريب للزاكي بزاف، واش ما كانش شي حاجه تما فهمتيني؟ دونك حنا ما كانش ممكن من الناحيه ديالي ومن الناحيه ديال عادل. دونك عادل كان باغي يمشي، كان باغي نعرف باللي كاين كاس افريقيا ان شاء الله 2015 وكاين في المغرب. منير حسوني فاش اتصل بك سيدي محمد شنو قال لك بالضبط؟ اخويا منير حسوني دونك اتصل بيا هو كان باغي يعرف غير علاش ما باقيش عادل باغي يخدم معاه، وهضر معايا على ليكيب ناسيونال قال لي غادي يعيط عليه القجاع غادي يعيط عليه الزكي وخصو يواجب. ان انا ما عندهمش نظره مزيانه على تثبت عادل وما نعرفش علاش ما عندهمش نظره على تثبت عادل، وحنا بيناتنا في التليفون اللي بيني وبين منير خسوني كان في اطار ديال الخدمه ما بين عادل ومنير، ما لا علاقه مع المنتخب. دونك وانا الزاكي ولا ومصطفى حجي كصديق انك قبل ما يكون دابا مساعد ديال الزاكي كان هو الصديق ديالنا شي 3 ولا 4 سنين دابا. دونك لو كان اتصلوا بيا لو كان فكينا المشكل لو كان ما تحلش هذا المشكل هذه. دونك دابا كانوا وانا كنظن كي وقع المشكل باب الزاكي كان كيعاين فيه هذا الشيء باش في نظرك شنو السبب اللي غيخلي اسمح لي في نظرك شنو السبب اللي غيخلي بدو الزاكي كما كنقولوا حنا يلقى السبه العادل تاع رابط؟ شنو هو الحاجه اللي غتخليه ما يبغيش يعيط للمنتخب؟ هو عارف عادل حنا عادل غير نضرب زعما نيشان عادل عنده سوابق مع المنتخب وقت الزاكي يقول لك هو عنده الكاركتر ديالو وانا عندي الكاركتر ديالو، انا عارف الكاركتر ديال الزاكي والكاركتر ديال عادل جوج بهم كاركتر واعرين وما يقدوش يتفاهموا، ولكن دابا الحاجة عاود اللي خلات زكي بعدا يدير عادي تلاب بريسيليكسيون ديالو إذا ما عندوش الاختيار إلا لاعب تيتولا في الميلان أسي ما يمكنلوش ما يكونش في المنتخب ديالو. داروا في لاكونفوكاسيون ديالو وثاني حاجة دونك باش 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 ما باش هو ما خلاش ما يديروش من الأول بيني وبينك. نحن عرفنا شنو قال الزاكي من وقع المشكل ديال عادل مع الجزائر. احنا عرفنا هو شنو قال، ولكن
ما عادش على عادي دونك بزاف ديال المغاربه ما فهموش الاختيار ديالو ودابا لقاو السد على هذا التليفون ما التليفون دونك واخا سي محمد عندي واحد السؤال ماشي عندي ولكن دابا كلشي كيسول ماشي كيسول ولكن نقطه استفهام صغيره علاش تعرفت اولا عادل ما جاوبش على التليفون ديال الزكي واش هو ما بغاش يجاوب ولا فعلا كان مشغول ما كانش كيجاوب على جميع الاتصالات وكان من بينهم اتصالات الزكي وبعض اداري الجامعه حاليا عادل ما كانش كيواجب على كل الاتصالات خصوص انا دونك حتى ما كانش كيجاوبك لا انا كان كيواجبني انا داخل مع في الاطار ضروري كيستشر معايا وكنستشروا بيناتنا وانا حاليا كنت معاك في الميلون دونك تماك انا معاك سوغ بلاص ما كانش يحتاج يكون بيناتنا التليفون كنت انا تماك دونك انا كنركز شويه على هاد لا نيغوسياسيون ديال الكونترا ديالو في الميلان وحنا عارفين بلي عادل باقي في الميلان وما كانش في الميلان كان عندنا لي ديسكسيون مع الانتر دي ميلان مع ليفربول مع مانشستر يونايتد دونك هادشي خدانا بزاف ديال الوقت دونك حنا شنو كنا درنا قلت له كان قال لي عادل عيط عليا غير يومين دابا قال له محمد راه زاكي ومصطفى حجي راه كيسنوا عليا ولكن انا ما عنديش الوقت وانا كاينين غادي نتصل بهم من بعد غير نكملوا هادشي ديال الميلان جامي نتصل بهم وما كانش مشكل علاش عادل تعرف غادي نعطيك مثال علاش عادل تعرف منين اتصل به مصطفى حجي والزاكي ما واجبش ولكن منين مشى عادل بوضربه للميلان استقبلوا استقبال اكثر من الاخوه والمغاربه اللي مشاو للميلان منهم الناس ديال راديو مارس منهم بزاف ديال منهم بعض المدربين منهم بعض اللعابه كلشي استقبلوا مع عادل وعلاش ما غاديش يستقبل وغير في التليفون الزاكي ومصطفى حجي